أبناؤكم وإخوانكم في وزارة الداخلية يبذلون الجهود متواصلين في أداء الأمانة في ملاحقة المجرمين والقتلة الذين يحاولون العبث بأمن المواطنين وإشاعة الخوف والرعب. يوم 16 قام أحد المجرمين بخطف الطفل البريء جعفر هيثم ضياء رشيد الدوري من حي القاهرة، وثم القيام بجريمة الاغتصاب وقتله. الحادث وقع يوم 16 الساعة 5 عصرا، وهو أيضا يتيم وأخ لأخوين آخرين. وزارة الداخلية قامت بما هو مطلوب ومن ضمن أداء الأمانة والواجب، تم تشكيل فريق مختص لهكذا حوادث، وتم إلقاء القبض على المجرم الحقيقي الساعة 1:30 من صباح هذا اليوم 17/2018، وقد اعترف بقيامه بهذه الجريمة. والمجرم مصطفى الفضلي، وهو جار لعائلة الطفل المغدور جعفر هيثم ضياء رشيد الدوري الذي قام بالخطف والاغتصاب وثم القتل، سينال جزاءه العادل وأمام القضاء.